كنلعب في واحد الفرقه اللي حاقد عليها كل شيء، وهذا شرف لي اولا. ان شاء الله العام نتحداو كل شيء باش نديو اللقب، لقب ولادي ان شاء الله. وحنا شي ما كيطيحناش الارض، بالعكس كيزيد قوينا. كنشكر الجماهير اللي ساندتنا بزاف في هذا الماتش، كنقول لهم انهم نامنوهم ان شاء الله، ونقول لهم بانه البطوله ان شاء الله وداد ديالنا. لا حنا ما تاثرش فينا، حيت حنا ماشي لعابه عاديين. فريق الوداد ما كيلعبوش فيه لعابه عاديين، بالعكس حنا جروب كبير، وان شاء الله غنخدموا وغنصور الماتش باش نحققوا نتيجه ايجابيه في الديربي، باش تكون ان شاء الله بطوله وداديه في الديربي ان شاء الله. وكنوعدوا الجماهير ديالنا انها تزيد تثق فينا، هادشي عارفينه. وكنبغي نوجه واحد الرساله للتحكيم المغربي، فهو بالنسبه لنا كما كنقولوا ساقنا اليوم. ان شاء الله غنتحداو هادشي كله، غنهديو لقب جماهير الوداديه الغاليه ان شاء الله.